يعتبر هذا المستشفى الوحيد المتخصص في علاج مرضى السرطان للكبار والأطفال معا. ومع النقص الحاد في الكوادر الطبية المتخصصة والمؤهلة في علاج مرضى السرطان من الأطفال، تتفاقم معاناة آلاف الأسر في الحصول على فرص علاج أطفالهم المصابين. الطفل السوداني متوكل كان أحد المصابين بالمرض، وكنا قد روينا قصة إصابته بالسرطان عام 2008. اليوم نعود إلى بقية تلك القصة لنتابع مع أسامة سيد أحمد من الخرطوم. غنى متوكل بكلمات ملؤها الحزن والألم، كان يجسد صورة لحالته الصحية التي أنهكها سرطان. عامان ولا يزال متوكل يعاني من ألمه دون أن يتمتع بطفولته. كانت مهمته في حياته بعد إصابته بالسرطان تبدو أكبر بكثير من سني عمره، مهمة عنوانها الصبر والاحتمال. دكتور اداني علاج تايفود، قام حرق الدم، جابوني هنا لما عالجوني التايفود تاني مسكني النيمة، من النيمة تاني مسكني السرطان. معاناة متوكل ومواجهة الزحف السرطاني الذي يهدد حياة آلاف الأطفال في السودان كان وراء الإعلان عن تدشين أول مستشفى متخصص لعلاج مرضى السرطان من الأطفال عام 2008. حلم طالما راود آلاف الأسر التي يصارع أبناؤها آلامهم، آلام يحملها أكثر من 800 طفل إلى المستشفى لمتابعة العلاج، إلا أن قدرة المستشفى على استيعاب هذا الكم يعد فيما بدا ضربا من الخيال. اغلب المرضى بنحاول نديهم جرعات كيميائيه ويرجع بيوتهم، ودي برضه فيها مخاطره نتيجه نقص السراير. حتى السراير المرضى بيكونوا في انتظار وفي ويتنج ليست يعني عشان يلقوا دوره، واي تاخير بيؤدي يعني لتفاقم المرض. المفارقه تبدو بائنه بين الواقع والامكانيات، وان لم تخبو جذوه الامل. اجساد نحيله لا تقوى على احتمال كل هذه الالام. جرعة من الدواء وجرعات من الانتظار والترقب. هنا تحديدا كان متوكل يداوي آلامه ويتلقى العلاج، ولكن لقصته بقية تحكى وتروى. لم يعد متوكل موجودا وسط أسرته الصغيرة، ولن يكون موجودا بعد الآن، لأنه فارق الحياة متأثرا بسرطان طيلة عامين. إخوته الثلاثة وعنوان لقصة حزن طويل. أما أم متوكل فإن فجيعتها بفقد ابنها جعلت دموعها تؤانسها في حلها وترحالها. إنه الأقرب إلى قلب والدته، أو قد كان كذلك. يعني أنا أسي حتى في أولادي أسي في وشي ديل، يعني قلبه ما إلا شديد. حتى كان جيت مرقة ولا داخلة بقول لي يما أنا ما بشبع فيك، شوف أنا كم بمراضي لحظة ما تموت ما تحودي من حداي. استغفر الله. فراق أبدي جعلها تبحث عما يذكرها بابنها دوما، ولكنها لم تجد سوى صورة واحدة له، لأن متوكل قام بالتخلص من جميع صوره ومقتنياته قبل رحيله عن الدنيا. بعد فترة من الناس جوني في العزاء وفاتوا مني، طبعا قمت فتشت الصور حقاته. هناك كان متي الصغيرة دي قالت لي ما تفتش الحاجات، حاجات متوكل دي كلها شال جدعه جوا الحمام، قال عشان انت تاني ما تتذكري بي وراه. الأمل بدأ يلوح في الأفق لمرضى سرطان من الأطفال، ومحاولات رسمية لتوسيع فرص علاجهم. غرف جديدة للرعاية الطبية تسع لأكثر من 25 طفلا مجهزة بأحدث المعدات. أما المستشفى المتخصص لعلاج أطفال السرطان الذي احتفل بتدشينه قبل عامين، فإنه لا يزال قطعة أرض خالية وسط أم درمان. ما في التفاعل اللي احنا كنا فاكرين أنه يعني حيحصل.
جايز مع بداية المشروع الناس شايفة إنه ديل شباب ولسه ما عارفين هم دارين يعملوا شنو. جايز الناس من تشوف إنه في دوكيمنت يعني معتمدة عالميا وإنه الناس دي فعلا لقوا أرض، بعد ذاك إحنا بنقدر نقيس إنه الناس قدرت تتفاعل معنا ولا لا. وإلى حين الانتهاء من بناء هذا المستشفى الحلم، كم يا ترى سيموت من الأطفال من مرض السرطان؟ أسامة سيد أحمد، الجزيرة، الخرطوم. إذن صور مؤلمة جدا وردت في هذا التقرير، صعب أن تمحى من ذاكرة أي أب وأم.